ندى حبيبتي، أنا وصلت البيت. الحمد لله على السلامة، أنا عندي ليك خبر حلو قوي. خبر حلو؟ يا ترى إيه؟ أنا حامل وقريب قوي هتكون أب. بجد؟ أنت بتتكلمي بجد؟ ده أحسن خبر أنا سمعته. الحمد لله، ربنا كرمنا بعد سنين كتير قوي من الانتظار، وأنا دلوقتي حامل وبعد كام شهر هيكون عندنا طفل أو طفلة جميلة. إن شاء الله هيكون ولد، علشان لما يكبر هيساعدني ويدير الشركة معايا. كل اللي يجيبه ربنا كويس، سواء بنت أو ولد. لا بس أنا عايز ولد مش عايز بنت. بصي أنا هروح أكلم أختي سمر علشان أعرفها الأخبار الحلوة دي. ألو؟ أيوة يا سمر، أنا عايز أقولك على خبر حلو قوي، أنا خلاص هكون أب قريب جدا. مبروك يا حبيبي، أخبار حلوة قوي، وأخيرا أنا كمان هكون عمته، وأتمنى ربنا يرزقك ببنوتة حلوة كده شبهي. ما تقوليش كده، أنا متأكد إن هو هيكون ولد. أخبار مراتي حبيبتي إيه؟ والنونو عامل إيه؟ أنا عايزك تهتمي بنفسك كويس قوي وبولي العهد اللي جاي. الحمد لله، أنا والنونو كويسين. طيب إيه رأيك لو نروح للدكتور علشان نعرف نوع الجنين إيه؟ مع إني متأكد إن هو هيكون ولد. أنا بصراحة مش عايز أعرف، أنا عايزاها تكون مفاجأة ليا لما أولد، وأنا خلاص قربت أولد، فمفيش داعي إن إحنا نعرف، وبعدين كل اللي يجيبه ربنا هيبقى كويس وإحنا هنكون راضيين بيه. الحمد لله على السلامة، أنا آسف أوي إني وصلت متأخر. أنتي دلوقتي عاملة إيه؟ وابني دلوقتي عامل إيه؟ الحمد لله، ما تقلقش، أنا والبيبي بخير، وسمر كانت معايا وما سابتنيش لوحدي، وربنا رزقنا ببنوتة زي القمر. إيه؟ أنتي بتقولي إيه؟ هو إحنا خلفنا بنت؟ بص قد إيه هي جميلة؟ قولي بقى هتسميها إيه؟ بس أنا ما كنتش عايز بنت، أنا كنت عايز ولد. ما تقولش كده، احمد ربنا على اي حاجه ربنا يديها لنا، وبعدين بنتنا جميله قوي وصحتها حلوه، ودي اهم حاجه. مش مهم عندي كل ده، انا كنت عايز ولد. امسكي يا ندى البنت وانا هروح اتكلم معاه. احنا لازم نتكلم مع بعض شوية. عايزانا نتكلم في ايه يا سمر؟ سيبيني لوحدي، انا متضايق جدا. لا لازم نتكلم، انت ازاي تزعل ان يكون عندك بنت بدل ما تحمد ربنا؟ واتكلمت كلام سخيف قدام ندى وزعلتها. بس انا كنت بحلم يكون عندي ولد. انا عارفة ان انت كان نفسك يكون عندك ولد، بس البنت دي ذنبها ايه؟ انها تتولد وتلاقي ابوها زعلان انها جات للدنيا، وانه كان عايز ولد ومش عايز بنت. أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده، وبيخدي ندى أنت على البيت، أنا هرجع الشركة تاني لأن عندي شغل مهم. بابا هو انت ممكن تلعب معايا شوية؟ انا بشتغل دلوقتي ومش فاضي. ارجوك يا بابا العب معايا شوية صغننين. انا مش هقدر يا ايتن، قلتلك ان انا مشغول. بس انت يا بابا دايما مشغول عني ومش بتفضلي خالص. وبعدين بقى روحي العبي بعيد يلا. ايتن مالك واقفة كده ليه يا حبيبتي؟ وبعدين شكلك زعلانة كده ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ انا كنت عايزة العب شوية مع بابا، بس هو مش راضي وقال لي ان هو مشغول. خلاص يا حبيبتي ما تزعليش، تعالي وانا هلعب معاكي كل الالعاب اللي انت بتحبيها، بس سبقيني على اوضتك وانا جاية وراكي. اوكي ماما هروح اوضتي.
انت لازم تفكر مع نفسك وتراجع اللي انت بتعمله مع البنت ده. انت طريقتك وحشة قوي معاها. وايه اللي انا بعمله؟ انا بشتغل ومش فاضي. انت بتعامل ايتم بطريقة سيئة وجافة، ومش بتلعب معها خالص ولا حتى بتكلمها. بنتك محتاجة لك ومحتاجة انها تحس انها عندها اب. بس انت عارفة ان كل حاجة كانت هتبقى مختلفة لو ايتم كانت ولد. بس خلاص، ربنا رزقنا ببنت ومش في ايدينا حاجة نغيرها. يبقى انت لازم تتقبل ده وتغير معاملتك ليها. ايتين يا حبيبتي، انا مش عايزاكي تكوني زعلانة او حزينة، انا موجودة معاكي. هو اللي بابا مش بيحبني يا ماما؟ هو انا عملت حاجة تزعله؟ لا يا حبيبتي، انت ما عملتيش اي حاجة وانت مالكيش ذنب في اي حاجة. وبعدين باباكي بيحبك، بس هو مشغول شوية، وانا متأكدة ان هو هيتغير. اتمنى فعلا يا ماما. صباح الخير يا ايتن، عاملة ايه؟ عادي كويسة. هو في ايه مالك؟ هو في حاجة حصلت ولا ايه؟ انت عارفة الحاجة اللي دايما مزعلاني ومش بتتغير ابدا. هو انت لسه باباكي بيعاملك وحش وبيسافر دايما ومش بيسأل عليكي؟ هو رجع من السفر وهو في البيت حاليا، مش بيتكلم معايا خالص ولا حتى سلم عليا، حتى طول عمري وانا صغيرة عمره ما لعب معايا وما يعرفش عني اي حاجة خالص، لانه مش مهتم اصلا. طيب هو انتي عارفة باباكي بيعمل كده ليه وايه السبب؟ انا عرفت السبب ايه. بابا كان عايز ولد مش بنت، وده سبب ان هو بيعملني كده، لانه رافض انه يكون عنده بنت، وماما ما قدرتش تخلف تاني بعدي. طيب انتي ذنبك ايه عشان يعملك بالطريقة الوحشة دي؟ باباكي لازم يفهم ان انتي محتاجة له، ولازم يعملك احسن من كده. انا ماما زعلانة جدا عليا، في كل مرة بابا بيتصرف معايا فيها بطريقة وحشة. انا حتى في بعض الاحيان بحس ان انا عايزة اروح وامشي بعيد، بس مش عارفة اروح فين. لا ارجوكي ما تبعديش عني، انتي صديقتي الوحيدة، واكيد مامتك بتحبك، وكمان عمتك هي كمان بتحبك قوي. معاكي حق، بس انا مش قادره اوقف احساسي بالحزن من معامله بابا. ازيك يا ايتن حبيبه عمته؟ الحمد لله يا عمتو، انا مبسوطه قوي ان انا شفتك. ايه المفاجاه دي؟ وانا كمان يا حبيبتي مبسوطه قوي ان انا شفتك. انتي وحشتيني قوي وقلت اعملك مفاجاه واجي اخدك من المدرسه. يلا تعالي اركبي العربيه اوصلك للبيت. قوليلي يا ندى، اخباركم ايه؟ وحسن عامل ايه معاكم؟ شال من دماغه فكرة الولد؟ للأسف الأمور مش بخير خالص، وحسن معاملته وحشة قوي مع ايتن، والبنت كمان بقت حاسة بكده. معقولة؟ انا قلت السنين خلاص هتغيره. للأسف مفيش اي حاجة اتغيرت، هو طول الوقت مشغول عن البنت ومش مهتم بيها خالص ولا يعرف عنها اي حاجة، كأنه بيعاقبها انها جت بنت. انا مش عارفة هو ليه متمسك بفكرة ان يكون عنده ولد، وانه كان عايز ولد علشان يساعده في الشركة. طيب ما ايتم ممكن تكبر وكمان تساعده في الشركة، ايه المشكلة؟ للأسف لسه في دماغه الفكرة دي وما اتغيرتش، وانا بسبب ظروفي مش هقدر اخلف تاني، ومش هقدر اجيب له الولد اللي هو كان بيحلم بيه. طيب ايه رأيك لو انا اتكلم معاه يمكن يسمع مني ويتغير؟ انا اتكلمت معاه كتير قوي وبرضه مفيش فايده، وهو اللي اضطرني ان انا اعمل حاجه انا ما كنتش عايزه اعملها، بس للاسف مفيش اي حل تاني غير كده.
انتي تقصدي ايه بالكلام ده؟ اقصد ان انا صبرت كتير قوي، وكان عندي امل ان حسن يتغير، وان لما يشوف بنتنا بتكبر قدامنا ممكن يحبها ويغير معاملته معاها، بس للاسف ده ما حصلش، وعشان كده انا اخدت قرار. اخدتي قرار؟ قرار ايه؟ فهميني. انا هاخد بنتي وهنسيب المدينة ومش هخليه يشوفنا تاني ابدا.